اسبوع دخل حمزه علي اللي نهار التنازل انا اسمر صالح بقدم مباراه كبيره اليوم مع فريق الانصار بخط الجديد مع الشبريكو شبريكو بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء بتطلع السبع لاي معلم الخطر موجود انا شفت هذا بالانصار مش معقول مش معقول مش معقول هالكره من اللواتي قدر عندي حيدر بدون العباس عطلي اونيكا بمرر للحج مالك الحج مالك بيتقدم الحج مالك لوين في اصل الزين في الصخره النجمويه هدفه وينين من بعد على حرير حرير الثلاث نقاط والمصافي لانه رح يبتعد عن الانصار بفارق اسم المباراه الظروف الصعبه يلي خاضها انك تخترق منطقه فريق شباب الساحل فرصه
هل رح يتمكن فريق شباب الساحل انه يعمل شيء اكثر على علي علاء الدين وصدر اللوس بخط الهجوم؟ يعني بتتخيل مع عباس عطل وعباس عطل بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء. زين الفني والاداري المشبه والوقت الكره داخل المنطقه طبعا بدل عن ضائع، هذا امر طبيعي وامر منطقي. شفنا عباس عاصم محتاج خروجه من الملعب يلي بيستخدم بسرعه دوري كبيره للانطلاق ناجحه. ايضا التعادل بوجه واحد من المرشحين الاوائل والفضيل منه، وايضا يلي عم يطلبوا منه رضا عطار بمنتصف ملعب فريق النجمي مع بعض. كنت عم بتحدث عن قلت رح
بيعرفوا حدا سقط مشترك كان بالتطيب محمد صادق وحسين السيد خطأ غريب ايضا حاليا نام صف ما فينا نحكي ابدا ونقول اكثر من اللي قلناه هالصبره قبل صف هي اللي بشارك باي مباراه في الموسم بالوقت اللي هي مباراه عم جدا عم تكون على الجهه اليسرى بحول مر صعب مر بهالطريقه عن قاسم الزين اخترق طارق حلوم وطارق حلوم عم ينظف المنطقه الراسي جوي تركيز كثير كثير بارز على الطرف الايسر عند النجمه لكن الامور عم تكون صعبه الكرات عم تسهلي موهبه مبين هاللاعب عنده فنيات حلوه امير حسن جزئي بيخلى بحلو الكره حسن معطوا هجمه مرتده لفريق الراسي باخر محاولات الراسي للتقليص الفاري ما في ممنوع ويكون قاسم الزين موجود على سرعه المهاجم الاسمر لكن لمسته للمعطوق كانت هالمره صح وصلنا